أهلا بكم، حلقة جديدة من برنامج سما بريس نستعرض فيها أبرز الأخبار التي حملتها أوراق الصحف الصادرة لليوم، والبداية دائما بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. البداية مع فقط بالخط العريض، ونستهلها بما حملته الصحافة السورية لنقرأ من الوطن التي عنونت: رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت السعي لتقديم كل ما يلزم لمساعدة السوريين. الرئيس الأسد حريصون على إدخال المساعدات إلى جميع المناطق لإغاثة المتضررين. ومجلس الوزراء يقرر الانتقال من خطة التحرك الإسعافية الطارئة إلى خطة تشمل جميع جوانب الإغاثة وتأمين مراكز إقامة وإعادة تأهيل المناطق المتضررة. ومن الوطن إلى الثورة لنقرأ ما جاء فيها لليوم: سوريا تطالب خلال مشاركتها بالاجتماع العربي للقيادة الشابة بالإمارات برفع الحصار الجائر عن الشعب السوري. والمالكي: فريق الإغاثة الفلسطيني يواصل عملياته في مخيمي حندرات والنيرب بحلب. أما تشرين فقد كتبت لليوم: الرئيس الكوبي معزيا بضحايا زلزال، نقف إلى جانب سوريا. وبعد تشخيص الواقع العقاري، خبراء يطرحون أفكارا استباقية لدرء أخطار الزلازل وتقليل أعداد الضحايا. وفي جولة سريعة في الصحافة الأجنبية نقرأ من واشنطن بوست: مسؤولون أمريكيون حذروا قادة كييف من لحظة حرجة في الحرب. ذا نيويورك تايمز عنونت اليوم بأكثر من نصف مليار دولار: واشنطن تشتري قذائف مدفعية لحساب كييف. الجارديان كان عنوانها العريض: الاقتصاد البريطاني ضحية بريكسيت. وأخيرا لموندا الفرنسية: قطاع الطاقة في فرنسا مهدد بموجة خامسة من الإضراب خلال 48 ساعة. ومن السياسة إلى الرياضة وعناوينها، حيث عنونت صحيفة ماركا لليوم: ميلان يقتنص فوزا صعبا من ضيفه توتنهام، وبايرن ميونخ يعود من باريس بأسبقية التقدم ذهابا. كوريالي دولو سبورت كتبت لليوم: ليفربول يطالب يوفا بالالتزام بالتوصيات، والسعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023. المتاجرة بالشعارات الإنسانية عنوان مقال نشرته صحيفة الثورة المحلية، وجاء في تفاصيله: أن يصرح الاتحاد الأوروبي على لسان متزعميه أنه يرفض رفضا كليا رفع العقوبات المفروضة على دمشق جزئيا أو مؤقتا، فهو أمر لم يكن بالمفاجئ لنا على الإطلاق، وإنما هو يأتي في سياقه العدواني التصعيدي المدروس والمسيس مسبقا، بل إنه يؤكد المؤكد بأن هذا الاتحاد كان ولا يزال يبذل كل ما في وسعه عبر إجراءاته اللاشرعية واللاقانونية لخنق الشعب السوري وحرمانه من أبسط مقومات الحياة. اللافت هنا لم يكن فقط تعنت الاتحاد الأوروبي وتمنعه من مساعدة السوريين وتحديدا منكوبي الزلزال، مكتفيا بمتابعة ما يجري عبر شاشات التلفزة من انتشال للضحايا من تحت الأنقاض بأساليب بسيطة، وإنما كان اللافت أن هذا الاتحاد وتحديدا على لسان كبار ساسته في اللا إنسانية، ومنهم مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الألمانية، تبجح بتغريدة على تويتر وقال: إن الاتحاد ساعد السوريين على مدار 12 سنة الماضية بإرسال ما زعم أنه مساعدات قيمتها 11 مليار يورو لهم. موقف النظام الألماني لا يختلف عن موقف النظام الفرنسي، ولا سيما إذا ما أخذنا في الحسبان أن رئيسه ماكرون خص تركيا بمساعدات على خلفية الزلزال. السوريون صامدون، ولن يزحزحهم عن مسار انتصاراتهم لا عدوان ولا زلزال ولا عقوبات، ومن جديد سيبنون بسواعد أبنائهم سوريا المتجددة. وفي فقرة صحافة العدو، كشفت صحيفة يد عود أحرنوت الصهيونية عن قرار الحكومة الإسرائيلية بنشر المزيد من قوات الشرطة في القدس الشرقية بعد مطالبات وزير الأمن القومي إتمار بن غفير بهدم منازل فلسطينية في المدينة. وأضافت الصحيفة الصهيونية أن هذا القرار يأتي في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف إتمار بن غفير بشأن تصعيد هدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية.
وفي فقرة تويتر لليوم نتناول تغريدة تحت عنوان كيف نشرح لأطفالنا عن الزلزال، وفي تفاصيل تغريدتنا اليوم نبهت خبيرة في علم النفس الأطفال في تغريدة لها على تويتر إلى حالات الخوف والقلق التي تحدث للأطفال بعد الزلازل، بحيث عندما يعطي الأهل أهمية ومشاعر للواقعة فهذا يخيف الأطفال أيضاً، والطريق إلى الوقوف في وجه هذا الخوف هو شرح المسألة لهم بشكل طبيعي ووضعها في سياق الأحداث الطبيعية أيضاً. ففي البداية يجب قبول بعض مسلمات الحياة، وأحد هذه المسلمات هي الكوارث الطبيعية، وعلى الأهل وضع مقاربة هادئة للموضوع وتشجيع الأطفال على ممارسة حياتهم الطبيعية كما كانت. علماء روس يبتكرون مادة لتخزين الطاقة الحرارية، عنوان خبرنا اليوم في فقرة الصفحة الأخيرة وجاء في تفاصيله. ابتكر علماء في فرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا مادة مركبة لتخزين الطاقة الحرارية يمكن استخدامها في مناطق المناخ المعتدل، ويمكن استخدام الأجهزة التي تستعمل هذه المادة المركبة مستقبلاً في أجهزة امتصاص الحرارة وتخزينها لتدفئة الغرف في المناطق ذات المناخ المعتدل البرودة. وتتكون الأجهزة من مفاعل مع مادة ماصة وخزانين مليئين بالسائل العامل مكثف ومبخر، ولتخزين الطاقة تجفف المادة الماصة أثناء النهار تحت الشمس، وللحصول على الحرارة يتم توصيل المفاعل أو المفاعل مع المادة الماصة الجافة بالمبخر لاستقبال أبخرة السائل العامل، وخلال عملية امتصاص الأبخرة تتحرر الحرارة المخزنة التي يمكن استخدامها لتدفئة الغرفة ليلا، ليكون هذا أول اختراع يمكن من خلال تخزين الطاقة. إلى ريشة رسامي الكاريكاتير. وبهذا نطوي أوراق الصحف الصادرة لليوم. إلى اللقاء.